محمد. اي محمد يا ابو قوم. اي والله والله ده ثقيل. لا اله الا الله. هيا كيف نمدد يا محمد؟ قوم يا محمد، ترى والله ما في وقت. شخر ده، جيب الاغراض، جيب الاغراض الباقيه. اشتغل ده ولا ما اشتغل؟ الا والله شغال. محمد يا ابوي قوم، ورانا شغل. يا وليد يا وليد، مالي فاضي يا وليد، خليني في احلام السعيدة. احلام؟ ده شغال. وين اللي فيها الحاجة اللي زي كده؟ عليك عليك يا محمد، والله كده فضحتني يا محمد قدام العالم. يلا قوم، بروح اجيب الاشياء الثانية انا. طيب محمد، عبال ما اجيب الاشياء الثانية قدم تمام؟ نعم. قدم على الاقل وانت منسدح، عبال ما اجيب الاغراض الثانية، ايش رايك؟ طيب تمام؟ الاغراض الثانية جيبوا لنا اياها. يلا يلا يلا، قدم هناك. يلا اعزائي مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يتقبل عمل الصالح. شرفتونا اليوم ان شاء الله مسابقة ان شاء الله. مما نتصلوا الو. قول جواب عصيدة. احسنت، دخل السحب. اشتاق كم وزن الذهب؟ 60 غلط، 70 غلط، 80 صح، دخل السحب. كلهم دخلوا السحب. يلا كلكم فايزين، مبروك. يلا قفل البرنامج، اطلع الشارع. محمد محمد يا محمد يا شوف شوف ها ايه شوف ما في وقت والله. البرنامج بدا. بدا فين؟ بدا فين؟ بدا هنا. لا والله. يلا هلا ورا ما قوم قوم قوم، بعدين اقول انا اقول لهم ليش عملنا كذا. قوم قوم قوم، عشان دحين حيتعاقب اللي عمل فينا كذا. انا وجه تحيه لسادة الكرام، والله الدنيا كلها طاحت عندي انا. طيب قوم رتب امورك. معليش رتب امورك. يلا السلام ها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزنا لكم من جديد، عيد سعيد، عيد بهجة، عيد فرحة، عيد فرح وسرور، عيد هجهجة، عيد فخججة. حياكم الله. من معنا؟ من معنا يا ابوي؟ نحن جايين في المقدمة، نحن تقول لي من معنا؟ تمام؟ بعدين تعال. اي ابى اقول لكم الحكاية اللي ما تعرفوها ابدا ولا شفتوها، هنقول لكم اياها. قبل الهواء بعشرين دقيقة قدمت لنا وجبة العشاء، وش كانت؟ ها؟ لحم مندي. مندي صح؟ مندي ولا مضبي ولا حنيذ ما ادري؟ مندي عشان نقهر ابو ريم له قلبك. ها شوف نور اذا قال خلك انت اللي تقول تشرد في زاوية غرفة النوم تحت الكوميدينا. مندي لحم، ربي عوضنا اليوم الحمد لله. مندي لحم ايه، فقدموا لنا مندي اللحم يا جماعة قبل الهوا بشوية. الله، فأكلنا. أنا غبت شوية، لقيت محمد الشمراني فاقد الوعي هنا. أنا الدم كله نزل خلاص، اللي معايا الحين 5% بس. طب أنت عارف أنك حتعمل كذا، ليش أكلت؟ ليش كثرت؟ ما كثرت أنا. أما ليه؟ أنا قاعد كذا بس نقنقة. النقنقة عمرت محمد الشمراني كذا يا جماعة. الله يهديك الله يهديك. راعي الفكرة منو؟ منو راعي الفكرة؟ منو؟ من وراء شو؟ ها؟ ها؟ يكلمك والله تصدق يكلمك. ما اسمع. امدح 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 امدح. والله اني ما والله يا ربي اني ما اسمع شيء، ما ادري انا ابراج راسي يا فلحت ولا نظارتي. وين يا ابو؟ نظارتك هنا معلقه في دماغك. فين؟ هذا. اي والله 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 العظيم. حياكم الله يا جماعه، يا هلا والله، منورين في اخر حلقه من وانتم بخير اربع اليوم. انتم بخير كم؟ والله في دنيا ثانية. خلينا أنا أكمل. أقول كم أكمل؟ وأنتم بخير أربعة، حياكم الله. رابع أيام العيد، والعيد ما له حد. بعض الناس يقول لك العيد يومين، العيد ثلاثة، العيد أربعة. العيد بكيفك، فعالياتك تمتد أربعة ثمانية
10 ايام براحتك عيد زي ما تبغى تعيد، تبغى تخلي ايامك كلها عيد عيد براحتك يعني، افرح براحتك، مشي عيالك في اي وقت. بعض الناس تارك عياله طول السنه ما يمشيهم ولا شيء، لما يجي العيد يمشيهم 4 ايام يقول خلاص انتهى العيد. لا 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 لا, لا. مو على كيفك تنهي العيد، خلك يا حبيبي مد براحتك، مشيهم، لعبهم، عطهم عطهم هدايا، عطهم فلوس، ايوه عطهم عيديات كمان. يا هلا والله.